مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج مع محسن علام. مشاهدينا الكرام، برنامجنا ثقافي اجتماعي ديني رياضي تعليمي، كل مجالات الحياة. مشاهدينا الكرام، الأشهر الحرم، يعني إيه أشهر حرم؟ في ناس كتير قوي ما يعرفوش يعني أشهر حرم. أنا من أكثر الناس، من الناس اللي ما كانش عارفة يعني أشهر حرم. والنهاردة عشان نناقش الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم، ما خصائص الأشهر الحرم، هي إيه الأشهر الحرم، نستضيف اليوم شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأستاذي وصديقي وأخي وحبيبي فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن ضر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. يعني أنا بس هبدأ بحضرتك بتعقيب صغير كده من أئمة وزارة الأوقاف، لأن لست عالما. العالم ليه أدوات. أنا أتمنى من الله أن ربنا يرزقني أدوات العالم، ولكني طويل بعلم. على فكرة برضو أنا أقصد أقولها عشان أنت ترد عليها كده. ربنا يحفظك. جزاكم الله خيرا، ويعني شرفتونا النهاردة، ومبسوط جدا أن أولى حلقات برنامج مع محسن علام تكون حضراتكم موجودين. ونبدأ بقى حلقتنا، عشان أنا عارف أنت مستعجل، مش عارف ليه. شيخ محمد دايما مستعجل. شيخ محمد، أنا نبدأ بحضرتك عشان على اليمين. شوفوا، هو على فكرة قاصد نقعد على اليمين عشان كده، عشان يبدأ الأول. شيخ محمد عشان يبدأ الأول أحسن مقاما وأدبا. أكيد طبعا، أكيد معلمنا كلنا، ويكفي أنه يعني يكفي أن أحد يعني معلم قرآن قراءات. ده أستاذي، أستاذي بالقرآن، ده حاجة تانية خلص. الشيخ محمد أستاذي في القرآن يعني. الشيخ محمد صمد، عايزين بقى نتعرف، يعني إحنا كتير بنسمع الأشهر الحرم الأشهر الحرم، وأبنائنا ومعدينا مدارس وسنوات، وحقيقة لحد فترة وجيزة جدا لحد بقى منك يعني. الناس حبايبنا يعني معلميننا، يعني ما انا ما كناش نعرف يعني اشهر حرم. حضرتك يعني هتفسر لنا يعني اشهر حرم، وهي ايه الاشهر حرم؟ نعم، تفضل. الحمد لله الذي لا محصي لنعمه ولا عاد لآلائه، صلاة وسلاما على خاتم رسوله وانبيائه، وعلى آله واصحابه واوليائه، ومن استنى بسنته واندرج تحت لوائه. ثم اما بعد، تحية من عند الله مباركة طيبة لهذه القناة المباركة، مبارك أهلها، قناة الصحة والجمال. أسأل الله أن يباركها والعاملين عليها يا رب العالمين. وبعد، اقتضت حكمة الله أستاذ محسن أن يفضل الله بعض الأمكنة على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأشخاص على بعض. وصدق القائل: لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. حتى في الرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى في الرسل. اسمع إلى قول الله تعالى: نأخذ منك تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم اختارهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض من درجات. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات. آيات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. تدل الآيات وتدل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى فضل بعض الناس على بعض، حتى في الأنبياء فضل بعض الأنبياء على بعض، أفضلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهر الحرم هي هذه الأشهر التي حرم فيها القتال، وحرم فيها رفع السلاح، وفرض القرآن الكريم أن يعيش الناس فيها بأمان وسلام. عظمها ربنا تبارك وتعالى بذكر في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه التوبة. أما المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الآيات
إذن فالأشهر الحرم هي هذه الأشهر التي يحرم فيها القتال، وأوجب الإسلام أن يعيش الناس في أمان، حتى من بينهم قتال وجب عليهم السلم والسلامة في هذه الأربعة أشهر الحرم. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. ننتقل لحبيبنا وشيخنا الدكتور محمد حسني درة. عايزين بقى نعرف الفرق بقى بين الأشهر الحرم وبقية الأشهر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني عبد الله ورسوله محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا يا ربنا من أتباع سنته، يا رب أوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين اللهم آمين. في البداية أشكر لحضرتك حسن الاستضافة والجميع حبايبي في قناة الصحة والجمال، ربنا يبارك فيهم ويبارك في العاملين. يمكن انت استضفتني مع عالم من اعلام القرآن الشيخ محمد، فمش عارف انا اتكلم اقول ايه، بس يعني هنحاول كده ان شاء الله ان احنا نيجي جنب الشيخ محمد ان شاء الله. طيب بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا دايما ببقى حريص في اي حاجه بعملها ان احنا طول الوقت نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا وهو طريقنا للجنة صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد لما قرأ قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، الأربع الأشهر الحرم ثلاثة جايين ورا بعض، تمام، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، شهر الله المحرم اللي احنا موجودين فيه، تمام، ورجب ومضر، شهر رجب، يبقى احنا كده معانا أربع شهور. أربع شهور. طيب إيه الفرق ما بين الأربع أشهر الحرم والأشهر العادية دي؟ كان فيها تعظيم قبل الإسلام، كان قبل الإسلام كان في الجاهلية وما قبل ذلك كانوا بيعظموا الأشهر دي، يقف فيها القتال، احنا هنتكلم مع الناس ببساطة، بيقف فيها القتال، تبدأ الناس تبقى في مأمن وسلام، وده يمكن الإسلام اللي بيدعو ده. فلما جه الإسلام أقر الأمر ده، أقر إن الأشهر يبقى لها تعظيم ولها حرمة، حتى إن كان يقال إن الناس كانت تشوف مثلا قاتل أبيه أو قاتل أخيه ولا يمسوه بشيء، تقديسا وتعظيما لحرمة هذه الأشهر. تمام. يمكن كمان الأشهر الحرم، الأشهر يعني الأشهر الحرم فيها تعظيم، كانت الناس زمان بتعظم الأشهر الحرم، ولما جه الإسلام أثنى وثبت وشد على هذه الأشهر الحرم، وحتى في الأشهر الحرم عندنا شهر محرم اللي احنا موجودين فيه نسب إلى الله شهر الله المحرم، تمام، لشدة تعظيم الناس. وكمان كان الإمام ابن كثير رحمه الله كان يقول في أحد مقولاته، يقول إن الأشهر الحرم يشد وتغلظ، اسمع، فيها العقوبات، تغلظ فيها العقوبات ويشد فيها على الناس، يعني الحساب بيبقى فيها مضاعف، وكذلك الحسنات، وكذلك الحسنات، يعني عشان الناس ما تقولش أصل الدين كله تنفير وكله شد وكله، لا 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 لا، في ترغيب يا جماعة، لا 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 لا، الدين عندنا كله جميل، نعم، إلا في بعض جميل وبعض النصوص تحريم، فالأصل في الإسلام الإباحة، نعم، تمام، عشان بعض الناس بتشكك وتقول لك أصل أنت كل حاجة عندك حرام، لا 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 لا، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، عندنا الأصل في الأشياء الإباحة، تمام، إلا ما نص عليه النص ودل عليه الدليل. ماشي، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل دكتورنا العزيز. نكمل بقى ما بدأناه في إيه، في نكمل يعني من شهر الله المحرم، نعم، يعني ليه سمي شهر الله، يعني اتصف انه شهر الله المحرم، يعني نعم، ممكن يكون رمضان مثلا ما قال شهر الله المحرم، رمضان ليه، رجب ما سميش بهذا الاسم ليه، شهر الله المحرم، عايزين تفسير الكلمه دي، وخصائص بقى، نبدا في خصائص بقى شهر الله المحرم. نعم، نؤكد على ان القران الكريم لم يعامل الناس إلا بما تعودوا عليه. الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلي. أؤكد على ما قاله الدكتور حفظه الله، هذه الأشهر كانت معظمة حتى قبل القرآن الكريم وقبل مجيء الإسلام. كان الرجل يقابل قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يمسه بأذى حتى تخرج هذه الأشهر الحر. فتعظيما لهذا الشهر الكريم الذي هو من هذه الأربعة أشهر، عظم بزيادة ونسب اسمه إلى اسم الله تبارك وتعالى، فسمي شهر الله المحرم. خصه ربنا تبارك وتعالى بخصوصية، ألا وهي أن فيه ذكرى عاشوراء، هذا اليوم الذي نجى فيه الله موسى ومعه بني إسرائيل من عدوهم الظاهر فرعون وجنوده، فصاموه ابتهاجا بهذه النصرة، ولنا فيها درس. فأتى المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجدهم يصومونه، فقال بأن أولى منكم بموسى منكم، وصامه وقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يوم عظيم يوم عاشوراء. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه ويفضله بعد رمضان مثل هذا اليوم، يقصد يوم عاشوراء. قال أبو قتادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. هذا من أجل تعظيم هذا الشهر، هذا من أجل رفعة هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم في أيام دهركم لنفحات لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فهذه النفحات وهذه الأعطيات وهذا المن من الله تبارك وتعالى وهذا الفضل على المسلم أن يتعرض له وأن يقدر لهذه الأيام قدرها وأن يأخذها بحقها بحقها، عل الله تبارك وتعالى أن يقبل عمله فلا يشقى بعده كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمام، شكرا شيخنا جزاكم الله خيرا. نكمل فضائل وخصائص شهر الله المحرم. أنا شيخنا أتكلم باختصار عن يوم عاشوراء. حضرتك شايف أن الاحتفال اللي احنا بنحتفله هذه الأيام بيوم عاشوراء، يعني حضرتك شايف ايه؟ يعني المفروض ايه الموجود ايه والمفروض احنا نعمل ايه؟ وخاصة نعلم اطفالنا وازاي نربي اطفالنا على يوم عاشوراء ده، ولا ما نراه من الـ من الـ من الناس اللي بتحتفل بطرق مختلفة كده وطرق بعيدة كل البعد عن تعليم الاسلام؟ اولا افضل الاحتفالات والاحتفاء هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد دلوقتي كان بيتكلم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله في ايه؟ في صيام يوم عاشوراء. يمكن انت حضرتك تطرقت الامر تاني جميل جدا، ويمكن وانا جاي انا في الطريق انا والشيخ محمد حصل معانا شيء كده، فهنتطرق للامر ده ان احنا نعلم ولادنا ايه؟ ايه اللي احنا نعلم ولادنا ليه؟ ما يعديش اليوم كده. لا، نعلم ولادنا حاجه دروس مستفاده جدا جدا من اليوم ده. هو اليوم ده عباره عن ايه؟ يوم نجى الله موسى من فرعون. يبقى يوم ايه؟ يبقى يوم فرح. يوم فرح، يوم نصر. يوم نصر. الحاجة التانية، اسمع إلى قول الله تعالى، قال كلا إن معي، لما قالوا له ايه؟ الحق ده جايين ورانا. تمام. قال قال لهم لا 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 استنى استنى. إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى احنا لما نعلم ولادنا نعلمهم ايه؟ كيف تكون وتمشي في معية الله. خلاص، يعني ان انت البحر قدامك، البحر قدامك والعدو من خلفك. ان انت حضرتك تستشعر انك مع الله دائما وابدا، ان انت ماشي مع ربنا. نحن نسير في رحمة الله بلطف الله الى لطف الله. تمام. كنا بنتناقش، حصل معانا حادثة خفيفة كده، فكنا بنتناقش على لطف الله، مش ترتيب من حضرتك. تمام. بس انت داخل في معية الله، ومعية الله بتحفظك من كل حاجة. ممكن حضرتك تكون بتسلك طريق، ولكن معية الله وحفظ الله لك يخلي حضرتك تروح لطريق تاني. هو ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا نخلي ولادنا يعرفهم
أنهم مع الله وإن الله لمع المتقين إن الله مع المحسنين. ربنا بيقول على طول أنا مع المتقين، أنا مع المحسن، مع المؤمنين، مع المؤمن، وهكذا. يبقى نعلم ولادنا إزاي يراقب الله ويدخله في معية. ما نقضاش بقى عشوة كده خلاص، ما نقضاش عشوة، ينفع نقضيها عشوة، إيه المشكلة؟ ده جميل جدا. لا والله بس انت عزمنا على العشاء يا عم. لا لا، في ناس فعلا بتعملها كده والله. انا موافق. في ناس بتعمل كده حقيقي يعني. لا لا، هو من باب التعزيه. بص كده حضرتك، اقول لحضرتك، هو من باب الفرح. ما هو انت حضرتك ماشي عملت اكل وخلاص. من باب لا والله، مش اكل. معظم اولادنا ما يعرفوا ما هو يعني يوم ما انا بقول لحضرتك، هو يوم ذكر، يوم تسبيح، لازم برضه من ضمن الحاجات اللي احنا نتعلمها ان احنا نجيب ولادنا ونقعدهم ونحكي لهم القصه. الله ينور عليك، دي اهم حاجه. نحكي لهم القصه. يا اولاد يوم عاشوراء ده كان يوم ايه؟ يوم نجى الله موسى من فرعون لما راح. ممكن تتكلم مع الاولاد ببساطه كده. أقصد هذه الطريقه. وتعلمهم كمان ان معيه الله كانت مع سيدنا موسى وما كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبه الهجره. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار تمام. فبيقول لسيدنا ابو بكر: فما بالك ما بالك باثنين، الله ثالثهما. لا تحزن، ما زلنا بنأكد إن الله إيه؟ معنا. حط 100 خط تحت دي. تمام. لا تحزن إن الله معنا. تمام. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. شيخنا بقى، فيه فضائل أو خصائص أخرى لشهر الله المحرم غير يوم عاشوراء؟ ما حدث يوم عاشوراء يدرس. ومحتاج كتب. والدروس المستفادة لا تنتهي، التي على رأسها الفرح بكرم الله تبارك وتعالى ونصره، وكيف نفرح، ثم عبادة الصيام. الله تعالى قال: كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا في سورة يونس عليه السلام. لما نمشي شوية نلاقي في القصص: إذ قال له قومه لا تفرح. وبعدين لما تيجي مناسبة عند أحد الأحباب يقول لك: يعني ما نفرحش، يعني الفرح حرم علينا. يعني هو الإسلام؟ لا، افرح وابتهج، بل ومن أوامر الله تبارك وتعالى فليفرح. واللام للأمر دخلت على المضارع، لام الأمر إذا دخلت على المضارع وسبقت بالفاء أو الواو أو ثم غيرت معنى المضارع إلى الأمر، فليفرحوا وليعفوا وليصفحوا. تمام. نفرح ونستشعر نعم الله تبارك وتعالى علينا، ثم نذهب. ماذا فعل الذين نجاهم؟ صاموا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصام وزاد في الصيام حبا للصيام وحبا لأمته. ويوم عاشوراء ده، ألا ترى شيخ الفاضل، شيخ الحبيب، آسف للمقاطعة، إن نصرة للمظلومين؟ يعني هذا وعد الله تبارك وتعالى لكل مظلوم معه عقيدة أن الله تبارك وتعالى سيرفع. ولو يعني قارنا بسيطة، إحنا مثلا أنا أعاملك مثلا، ظلمتك في شيء مثلا، نعم، أتذكر، هل أنا كمحسن الضعيف هيبقى زي فرعون؟ أبدا. صح. ما حدث يعني، شوف كان بيعمل إيه وإزاي والحاجات ده كلها. أنا يا عبد الفقير أتذكر هذا الموقف. نعم. فقط أتذكر فرعون بهيلمانه حصل إيه في لحظة. ما حدث مع موسى عليه السلام ومن معه؟ إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم على دربه يقول له الصديق رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تحزن، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فمن كان في قلبه إيمان بربه متعلق به وتابع أحداث الهجرة وتابع يوم عاشوراء وتابع ما من أحد من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله إلا وأوذي في الله تبارك وتعالى، ليتعلم الجميع بأنه لا أحد يسير في الطريق الصحيح نحو الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنه سيختبر وسيمتحن. قال ربنا تبارك وتعالى في صدر الصورة التي مهدت للهجرة: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فما من أحد إلا وسيمر باختبار وامتحان، ولكن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل يكون بمشيئة الله تعالى من أسباب النجاة.
كما حدث مع نبي الله موسى ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. دكتور محمد، حضرتك شايف في فضائل، في خصائص، ايه الدروس اللي ممكن نتعلمها تاني من 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 شهر، يعني من يوم عاشوراء بالذات، يعني زياده يعني عشان الساده المشاهدين. طيب، هو تكمله لكلام الشيخ محمد، نصره المظلوم ديت ممكن نحط عليها 100 خط. ان انت حضرتك في قصه نصره المظلوم لازم حضرتك دائما نذكر الناس، يمكن ده دور الأئمة، تذكر الناس في المساجد بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الناس متخيلة أن الظلم حاجة معينة فقط، يعني لا، أنت ممكن تظلم أخوك في الميراث، أختك في الميراث، وإيه وكتير قوي دلوقتي. الظلم أي شيء، لا، وخاصة الميراث بالذات. الميراث ده ظلم. لا لا، وحضرتك حدث ولا حرج، احنا يمكن بنقعد مع ناس كتير في قعدات كده كتير، تبص تلاقي هو شايف ان ده حق مكتسب له. ازاي؟ ان ازاي انا فلان؟ لا، والله تعالى تراقب الله، فلا تظلموا انفسكم، يعني اعلى مراتب الظلم ان يظلم الانسان نفسه بان يقصر في حق الله تبارك وتعالى، ان يقصر في حق شكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، ومن ثم يعني بعد ان تهون عليه نفسه يهون عليه حق العباد، يعني في بداية الأمر يظلم نفسه، ومن ثم يبدأ في مظالم العباد من الميراث والمعاملات وما شابه. نسأل الله تعالى. يمكن بقول برضو تكملة الشيخ محمد، أن الدين عندنا بجناحين، جناح العبادة وجناح المعاملة. كل الناس بتتجه جناح العبادة ويصلي ويصوم، جميل جدا. طب في المعاملة؟ أنت أخبار حضرتك مع الناس إيه؟ بتعامل الناس إزاي؟ دي مشكلة. صح. أنت ممكن حضرتك يضيع كل ده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدكم بصلاة وزكاة وصدقة. عمل كل الفرائض، جميل خالص. طب اسمع بقى للطرف الثاني، وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا. باب المعاملات. تمام. باب كلنا ناس كتير إلا ما رحم ربي بيغفل عنه جدا، بيضيع معاه باب العبادات. تمام. يعني أسأل الله الستر والعافية. اللهم أمين يا رب. شيخ محمد، في حاجة يعني قبل يعني ما نختم هذه الفقرة، يعني فيه أي حاجة مثلا، يعني دليل مثلا من القرآن من السنة على فضائل شهر الله المحرم، أو حضرتك عاوز تقول حاجة قبل انتهاء الفقرة دي؟ عاوز أقول أن من الدروس المستفادة مما حدث يوم عاشوراء وغيرها من المحن التي عرضها القرآن الكريم لأنبياء الله ورسله، أن من أسباب النجاة التعلق بالله تبارك وتعالى وتقواه. ما كان الله تبارك وتعالى لينصر أحدا عليه حقوق أو عليه مظالم أو عليه شيء لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة الجنازة على المدين، يسأل هل فلان عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. النبي صلى الله تبارك وتعالى نجى موسى ومن معه، لأن موسى أخذ بكل الأسباب وتوكل على ربه حق التوكل، فحق له أن يقول كلا إن معي ربي سيهدي، فنجاه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب وفعل كل ما عليه وتوكل على الله حق التوكل، فنجاه الله تبارك وتعالى. بعض منا يسأل لما لا يستجاب دعائي، أدعو الله تعالى كثيرا ولا يستجاب لي. هنا نسأله، هل قدمت ما عليك من تقوى لله تبارك وتعالى وطلبت الإجابة فلم يستجاب لك؟ قال الحسن البصري رحمه الله، وأناس ذهبوا إلى ربهم ولم يفعلوا حسنة، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهذه النجاة التي نجاها الله تبارك وتعالى لنبيه موسى، ونجاها للمصطفى صلى الله عليه وسلم،
وغيرهم من الأنبياء والرسل، ويوسف من لم يقرأ، يوسف لم يقرأ في كتاب الله بعد، ومن لم يتعلم من قصة يوسف لم يتعلم بعد. كيف هذه النجاة التي تحدث يعني بين الكاف والنون من كن فيكون؟ إنما هي تقوى الله تبارك وتعالى والتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. فقبل أن نطلب من الله تبارك وتعالى استجابة الدعاء أو إجابة الدعاء، علينا أولا أو نقدم إلى الله تبارك وتعالى الأسباب التي على أسسها يستجيب الله تبارك وتعالى لنا الدعاء، التي منها طاعة الله تبارك وتعالى وطيب المطعم والمشرب. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لو أراد أن يدعو له مباشرة لدعا، ولكنه قال أطب مطعمك، أي عليك أن تأكل من حلال وأن تشرب من حلال. فإذا طلبت من الله تبارك وتعالى استجاب لك. كان عمر يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعرف بأن الله تبارك وتعالى سيستجيب له بسبب تقواه ومراقبته لله تبارك وتعالى في مأكله ومشربه ومعاملاته وخلواته وجلواته، فيعرف بأن الله تبارك وتعالى قريب سيستجيب له دعاءه بعد أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل معاملاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد الصمد. دكتور محمد، عايز تقول حاجة قبل ما نهاية هذه الفقرة يعني للسادة المشاهدين وأبنائنا بتوجيهات هذا الشهر الكريم، يعني ممكن نعمل فيه أو كده، يعني أو أي كلمة حضرتك عايز تقولها لأبنائنا وأخواتنا وإخواننا؟ يمكن بس عايز أنبه كتير جدا جدا، خليك مع ربنا. احنا في الآونة الأخيرة كلنا شفنا أحداث كتيرة جدا وفساد في الأخلاق. برضو لازلت كنت بتكلم مع الشيخ محمد، كثرة حالات الانتحار بين الشباب، لكل واحد ولكل رب أسرة ياريت زي ما احنا قلنا، احنا كنا بنتكلم عن فضل يوم عاشوراء، جمع ولادك تاني وابدأ اقعد مع ولادك. ممكن تكون الدنيا لهيانة كلنا، ممكن يكون ضغط الشغل علينا كلنا، بس ياريت، انا بقولها لنفسي وبقولها للناس كلها، ياريت نرجع نقعد مع بعض تاني. يمكن انا شايف ان كانت من اعظم الدروس المستفادة من جائحة كورونا ان الاسرة رجعت تاني. كنت يمكن حضرتك بتضطر تقعد مع ولادك في البيت، ممكن الناس كانت زعلانة كله قافش كله، انا في حالة حبس اضطراري، بس يمكن حضرتك لو شفت الدروس ممكن كنت تسأل الواحد فينا، انت اخر مرة عملت اجتماع مع اولادك امتى؟ كنت ممكن تلاقي واحد يقولك سنين. فاكر حضرتك لما كان ابهاتنا رحمهم الله وامهاتنا كان لنا وقت لازم كل الناس تقعد تتغدى مع بعض؟ الموضوع ده انتهى. كان للاسف كان فعلا. شوف سبحان الله حتى انا بنطق كان. ايوه دي مشكله، ان انت حضرتك كمان تنمي دور الاسره، بتلاحظ ابنك ايه التغيرات اللي عليه، بنتك ايه التغيرات اللي عليها، ليه لا ان احنا يبقى ان كلنا، وانا بقول لنفسي الاول، لو كل يوم ساعه نقعد مع بعض فيها ممكن نحكي قصه. شيخ محمد كان بيتكلم دلوقتي من لم يقرا يوسف. انا اول مره اسمع هذه الكلمه. ايوه ده كلمه جميله. الشيخ محمد دايما دايما ما شاء الله الشيخ محمد يعني حقيقه يعني نحسبه نزكيه على الله من عمالقه القران ما شاء الله يعني ما شاء الله. احنا عاوزين نعمل فقره، فكرتين هنعمل فقره مخصوص في البرنامج ده حقيقه، يعني اسبوعيا هتبقى للقراءات. ده بس وانا اعتبرني اول المشاركين فيه، اعتبرني انا معاك على الحقيقه والله. وانا بقى يعني اعتبرني على الهواء عزك الله حقيقه. فيمكن بنعظم دور الاسره، تمام، ودايما بقول الاسره هي نواه المجتمع. لو انت حضرتك بتقول حال الامه بقى عامل كده ليه، حضرتك هنبص لنفسنا الاول. ابدأ من الاسره. الاسره تكون مجتمع، هتكون شارع، هتكون مدينه، هتكون مجتمع، هتكون دوله، هتكون امه. يمكن ده اللي احنا محتاجينه، الدروس الجميله دي، ان انت عندك فرصه شهر الله المحرم اقعد مع اولادك قول لهم
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظم الشهر ده، كان بيصوم أغلب أيامه. شهر الله المحرم ذكر عشان كذا وعمل كذا وفي يوم عاشوراء واستفدنا. ابدأ كلم أولادك وأسرتك عن الله. تمام، ده احنا محتاجينه كتير. جزاكم الله خيرا، وكانت فقرة جميلة جدا. الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الأزهر الشريف، وشيخنا الفاضل الدكتور محمد حسني درة من أئمة وزارة الأوقاف. أنا لست عالما. صلى الله عليه وسلم. شرفت بحضوركم الفقرة ديت، وإن شاء الله مكملين الفقرة الثانية. ما فيش إن شاء الله مكملين الفقرة الثانية إن شاء الله. الفقرة الثانية هتكون بعنوان فاستبقوا الخيرات، عمل الخير والعمل المجتمعي ودور المجتمعات دور المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الدولة نفسها كمان، يعني مساعدة الشعب. أستاذنكم فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل ونرحب بضيفي الكريمين، الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الأزهر الشريف، شرفتنا يا فندم، وضيفي الكريم واخي وحبيبي الدكتور محمد حسني درة. الله يحفظك، شرفتنا. ويا ريت بقى ايه يعني عاوز دايما الشيخ محمد معاك. الشيخ محمد الشيخ محمد دايما محضر. يعني ما تجيبش الشيخ محمد معاك. فيعني يعني انا هعمل فقره مخصوص للشيخ محمد، هنسميها يعني مثلا ايه مقراه قراءات، المهم تبقى ايه، تبقى حاجه خاصه بشغله هو فقط. لا الشيخ محمد يعني نحسبه على خير، ان شاء الله معانا في كل الابواب، يعني انا عارف والله. بسم الله ما شاء الله في كل باب، اكيد ربنا يحفظه. احنا مشاهدينا الكرام، كنا الفقره الاولى اتكلمنا عن شهر الله المحرم والاشهر الحرم. مشاهدينا الكرام، دلوقتي هنتكلم عن عمل الخير. نبدا برضه تاني برضه الشيخ محمد عبد الصمد برضه. شيخ محمد، عمل الخير، نعم، يعني مساعدة الناس، مساعدة المحتاجين، العمل المجتمعي ده، هل هو فرض أم فضيلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. نعمل فقرة هي يا أستاذ محسن، يهيأ للبعض بأن عمل الخير اختياري لا إجباري، والذي يتصفح كتاب الله تبارك وتعالى يبحث فيه يرى بأن فعل الخير جاء بالأمر ولم يأتي بالاختيار. وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. أحسنت. والأمم الناجحة تتقدم بكل أفرادها وليس ببعض أفرادها. نؤصل فقط شرعيا ثم ننتقل إلى الأعمال إن شاء الله. الله تعالى أمرنا، قال وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أهم ما قام به ومن أسباب نجاح الهجرة النبوية المشرفة، أموال الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أسباب نجاح الأمة، أموال عثمان رضي الله عنه وارضاه وإنفاق عثمان رضي الله عنه وارضاه. الله تبارك وتعالى وضع المال عند الأغنياء لينفقوه على الفقراء، وهو أمانة في يد هذا ليعطيها إلى يد هذا. فالمؤسسات الخيرية والقائمين عليها عليهم دور كبير في إنجاح الدول والأمم. دعني نتكلم يعني بسهولة ويسر كده. الدولة مش هتقوم كل يوم الصبح تقول لكل قرية هات لي أسامي الفقراء اللي عندك، أما عبّلهم أعطيهم بعض الأغذية يأكلوها، ولو جاب النهاردة مش هيجيب بكرة. الدولة مش هتقوم كل يوم تقول لكل عزبة وقرية ونجع قول لي عندك كم بنت عايزة تتزوج عشان نجيب لها ما تستر به. الدولة مش هتصحى كل يوم الصبح تقول لكل قرية عندك كم مريض اتفضل هاتهولي. وفكرة المساواة اللي بينظر بها البعض، لا مسألة ايه المستشفى الفلانية تجهز كل الناس تيجي تكشف فيه، لا، احنا اتكلمنا في بداية الامر، في بداية الامر، في بداية حلقة اليوم، ان الله تعالى
فضل بعض الأنبياء على بعض وبعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض، فالله تعالى أعطى لهذا المال ليمتحنه ويختبره، وحرم هذا المال ليختبر صبره، والمقاييس يوم القيامة مختلفة. فبنقول إيه؟ أن هذه المؤسسات الخيرية التي تقوم على الخير عليها دور كبير، وهي الأمان والدافع، خط الأمان الذي بين الأغنياء وبين الفقراء، والدولة تقنن هذه المؤسسات وتساعدها بالتراخيص وإشهار هذه المؤسسات ومراقبتها وما إلى ذلك. فعلى الجميع أن يسارع كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، والله تعالى قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والذي يمشي في طرق الخير يحس ويستشعر ببركات ونفحات السير في عمل الخير. فاستباق الخيرات فرض لا فضل. سؤالك يا أستاذ محسن: فرض لا فضل؟ شفاط بقى له شو قد ايه؟ قد ايه عشان الاجابه في اخر جمله. احنا بنوصل شرع الدكتور هيدخل على المؤسسه على طول. شيخ محمد بسم الله ما شاء الله. شيخ محمد لا 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 يقول عليه. يعني هو يعني كل ده والاخر بس فخر. انا جبت له هو جاب لك السؤال، انت سالته سؤال وجاوبك عليه ما شاء الله. جزاك الله خيرا حقيقه. يعني انا بحب يعني دايما يعني بامزح معاك ومزح. لا لا شيخ محمد خير يعني، الناس الممتعه في الحديث يعني. لا لا بسم الله ما شاء الله. ده عايز ساعات، انا عايز نديله هوا كده 12 ساعه. بسم الله ما شاء الله. نيجي للمشاهدين الكرام، احنا اتكلمنا عن العمل الخير والمؤسسه الخيريه. دكتور محمد، حضرتك عندك مؤسسه اسمها ايه؟ مؤسسة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها حسن دورة سابقا وبعد كده سميناها مؤسسة الحبيب النبي عشان اللي يسمع الاسم يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حسن دورة سابقا كانت على اسم والدي رحمه الله، ولكن اختير احنا حبينا ان احنا نسميها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، ارقام المؤسسة وعلى الشاشة دلوقتي ممكن نشوفها، واي تواصل بين يعني بالدكتور محمد، دكتور محمد برحب بأي تواصل وأي اتصال. تمام، الرقم موجود على الشاشة حاليا الآن دلوقتي. دكتور محمد، العمل الخيري حضرتك، يعني أنا يعني هبعد بقى إيه سؤال بعيد خالص نهائي، يعني لذة العمل الخيري. يعني في واحد، في ناس يعني بتتلذذ بعمل الخير، عارفة يعني تحس إن هي بمتعة كده. واحد كده بقول لك إيه، أنا بتفرج على الماتش ده مستمتع بالمباراة الأوروبية دي، صح؟ لا، في ناس بتعمل عمل الخير بتتمتع وتستمتع وهي بتعمله. عاوزك حضرتك تقولي هل يعني الخصلة دي في حضرتك؟ بص حضرتك، هو يمكن بعيد عن الأسئلة خالص الدكتور. أستاذ محسن بيجاود عليا. لا والله أبدا، والله أبدا. والله أنا يعني ماشي يا أستاذ، أنا أستناك بعد الهوا، أنت حر بقى. أبدا والله. بص حضرتك، هو يمكن برضو هرجع لحضرتك لآخر الفقرة اللي احنا سبناها، دور الأسرة، ان رب الأسرة بيزرع في أولاده عمل الخير. الحاج رحمه الله، رحمه الله، حسني زرع في حضرتك هذه الخصلة. يعني والدي رحمه الله، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وجميع أموات المسلمين، كان بيسعى في قضاء حوائج الناس بطريقة لا يعلمها إلا الله. كل القريبين للراجل ده كانوا بيقول لك ما بيسيبش حد يقدر يخدمه ما بيخدموش. يمكن بعد وفاة والدي كمان رحمه الله بدأت ألاقي إن هو فاتح أبواب خير كتير إحنا ما نعرفش عنها حاجة. تمام. يعني أنا كنت أقرب يعني أقرب أولاده إليه، ومع ذلك ما تعرفش، ومع ذلك أنا ما أعرفش غير بعض الحاجات، وساب لي إشارات بعد كده إن أنا إزاي أتواصل فيها رحمه الله. هو ده دور الأسرة، مش دور الأسرة إن أنت حضرتك تتكلم بس مع أولادك، لأ، وتعمل قدامهم وتفعل، ولادك بيقلدوك. خلينا نقولها بالبلدي كده، أنت نسخة، تمام؟ وأولادك النسخة الكربون بتاعك. تمام. أنت أصل وأولادك النسخة بتاعك. شوف حضرتك تحب أولادك يعملوا لك إيه؟ ما هي داين تداء. تمام. أنت حضرتك عملت إيه مع والدك ووالدتك؟ أكيد ابنك هيعمل معاك كده. فمن المنطلق ده تلذذ بقى ان انت شفت وصلت له اهو تسمع. والله ابدا مش تجويد، والله التجويد بتاع حضرتك انت مش بتاعنا. انا اصلا عارف، انا عارف الخصله دي،
يعني يعني في الله يسترنا يا رب. اللهم استر. حقيقه والله بجد يعني ان انت حضرتك متعه ما بعدها متعه. نعم. تلاقي من ضمن المتع حد كده جميل من حبايبنا الفقراء اللي زينا كده بيدعي لك دعوه. والله كان حصل من احد المواقف مع ست كده نحسبها على خير، قعدت تدعي لي بدعوات انا مش عارف هي مش دعوات من بتاعتنا، مش اللي احنا نعرفها، اللي هو روح ربنا يسترك وده جميل، بس كانت بتدعي بدعوات. طب معلش انا هقطعك عشان المخرج يعني بعض الصور عرضها على الشاشه، معلش انا اسف المقاطعه. يعني الصور ديت يعني هو يمكن الصور دي كان للمؤسسه للمؤسسه كان لها دور في جائحه كورونا، وده يمكن اللي انا كنت بندعو اليه كل المؤسسات. طبعا في ناس كثيره كانت شاركت معانا، احنا كنا في كرب جديد. تمام. ما تقوليش ان الدوله الدوله ما بتعملش، الدوله كذا الدوله كذا. حضرتك دورك فين؟ فين انت دور حضرتك فين؟ تمام. دورك كمؤسسات مجتمع مدني، دورك كفرد، مش شرط تندرج تحت مؤسسه. معلش انا لو رحت المستشفى وتبرعت لها، احنا كنا من فتره بسيطه كان ما فيش اللي هو الكانولات. انت حضرتك لو معاك مثلا 100 جنيه او 200 جنيه كان الضغط شديد، الضغط شديد على المستشفيات. ده الدور بقى، ده الوقت. تمام. مش وقت مش المؤسسه ان انت تجمع فلوس وان انت تعمل وشكرا. لا 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 لا، دور المؤسسه ان انت تظهر وقت الازمه. يمكن احنا عندنا بلغتنا البلدي كده الدرجه معادن الناس بتظهر ايه؟ وقت الشده. صح، هو ده معادن الناس. مؤسسات كتير، يمكن احنا عندنا مثلا في مدينه المحله الكبرى، ربنا يبارك في غالبيه الناس زمايلنا وحبايبنا، بدانا نتواصل فورا مع المستشفيات. انتوا ناقصكم ايه؟ ايه اللي مش ايه اللي مش موجود؟ الدوله بتوفر جزء، بس الضغط كان ضغط شديد جدا. الضغط كان عالمي. تمام. يا جماعه الضغط كان عالمي، الضغط ما تقوليش اصل الدوله قصرت. طب وحضرتك دورك فين؟ لا الحقيقه يعني في مصر، حقيقه في مصر المؤسسات المجتمع المدني والناس، الناس مع بعضها حتى من غير مؤسسات. بسم الله ما شاء الله. دور التكافل كان دور لازم، كان دور التكافل حقيقه. يعني ما انا بقول لحضرتك كان دور التكافل. رحنا مثلا من ضمن الحاجات عشان افرح الناس بابواب الخير، مع شاركنا احنا في الامر ده مشروع اكسجين للمستشفى الحميات كاملا، تبرعات، خط اكسجين كامل، عنايه مركزه، بننشئ دلوقتي عنايه متوسطه. بدانا المستشفيات نساعد بدل العزل، كان في ضغط، ضغط شديد، وزاره الصحه مش قادره توفر. ما هو انت حضرتك كانت الجائحه شديده، شديده. تمام. كان عدد المصابين كتير، المشتبه مش المصاب، برضه عشان الناس تفرق شويه ما بين المصاب ايجابي تمام وما بين المشتبه بيه. كان عدد المشتبه بيه كورونا كان عدد كبير، فانت بتعامل المشتبه فيه معامله الايجابي. تمام. انا مش عارف، انا لسه ما ثبتش بالتحليل، يمكن مثلا الوزاره كانت بتطلع رقم، بس احنا عندنا رقم تاني مشتبه بيه لسه نتيجته ما ظهرتش. ما ظهرتش. فانا بعامله معامله الايجابي. ده يمكن دور المؤسسات الخيريه، ان هي لازم تساعد الدوله. احنا تكامل يا جماعه، ما احناش تضاد. يعني انت ما تقفش اصلا المؤسسه الفلانيه وانا مش هعمل غير كده. لا، الرؤيه الصح. انت ممكن تعمل، انت احنا يمكن كان في واحد زميلنا، كان في تنسيق حضرتك مع المستشفيات، تنسيق مع الـ مع الـ مع الدوله ومع المؤسسات العلاجيه الموجوده عندنا. انا وكتير من المؤسسات المجتمع المدني كنا بنأسس، انتوا محتاجين ايه؟ انا ما اروحش، معلش استاذ محسن تمام، انا رحت اشتريت القلم. ما ممكن استاذ محسن مش محتاج القلم، انت محتاج ايه حضرتك؟ ده اللي احنا يمكن ده صح. محتاج ايه؟ يعني انا بقول للناس ما تمشيش مغرد، ما تغردش بره السرب. صح. انت حضرتك يمكن ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وبدعو كل المؤسسات في كل جمهوريه مصر العربيه تمام، مؤسسات في كل منطقه، كل منطقه ما شاء الله اهل الخير كتير والجمعيات. انت حضرتك ليه ما تتواصلش مع استاذ محسن جمعيه كذا؟ ليه ما تتواصلش مع الشيخ محمد جمعيه كذا؟ ويبقى في تكامل الجمعيات بحيث ان يبقى الدور مفعل. صح. لما حضرتك احنا مثلا احنا داخلين على على المستشفى الفلانيه، يبقى احنا داخلين هنعمل كذا وكذا 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 وكذا، كل طبعا. واحد يبقى له طب دور. بالنسبه ده بالنسبه للمؤسسه مؤسسه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. دور بقى ايه؟ معلش بقى، دور بقى المعمل بتاع حضرتك بقى. يعني انت استخدمته في يعني في مساعده المرضى، ولا احكي لي الموقف كده بتاع يعني معامل او معمل المملكه. تمام كده.
دوره ايه في الفتره اللي فاتت دي، وخاصه كنا محتاجين معامل فعلا. هو يمكن حضرتك زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع تكاملي، يمكن برضه ديت والدي رحمه الله من بدايه تاسيس، واستاذنك برضه استاذ مخرجنا الارقام بس بتاعت من بدايه تاسيس حضرتك المعامل، وكان فيها جزء لله. تمام. لازم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. وصدقني حضرتك والله يا استاذ محسن، من وقائع كتيره مفيش باب بتفتحه وتشتغل فيه وتخلي ربنا شريك معاك فيه الا لما لازم ينجح. تمام. قولا واحدا احكي مثل بسيط خالص. كنت في يوم من الايام لسه فاتح جديد من سنين طويله، وطول اليوم ما دخليش ولا مريض، فكنت ما دخليش حد النهارده خالص. طب ربنا يعافي كل مبتلى يا رب. اللهم فلسه بقفل، لقيت واحد بيقول استنى استنى خير، عايزين نعمل تحاليل. قبل الواحد ده ما يدخل لي دخلت لي ست طيبه من امهاتنا، فبتسال على سعر تحليل، فقلت لها السعر، فلقيتها سكتت وهتمشي. قلت لها تعالي بس يا ام، فلقيتها بكت. قلت لها لا هتعملي التحليل. واتعمل التحليل وخلاص خلصت. فبقفل زي ما بقول لحضرتك، لقيت واحد بيقول لي استنى دخل لي، وانا خلاص بقفل اليوم خلص بالنسبه لي. فضلت سهران شغال، دخل لي تقريبا ما يقرب من اكثر من 15 ضعف ثمن تحليل الست. الله اكبر. الحسنه بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء، وافتح ايدك والله واسع عليم. شرفتونا النهارده، وللاسف الشديد مخرجنا يقول لي وقت مره سريعا سريعا. وانا والله بجد يعني نفسي يعني البرنامج يعني يطول، يعني والله نفسي اكون ساعتين ثلاثه، يعني الشيخ محمد عبد الصمد ما تشبعش منه ابدا. لا انت تفتح الوقت ليه؟ بس نفتح الوقت ليه؟ بس يبقى فخره لوحده، وانا وانت فخره لوحده. ماشي انا موافق. اذا كان كده انا موافق. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت الحلقه سريعا سريعا، ودائما الاوقات الجميله الجميلة مع أساتذتنا الأفاضل وشيوخنا الأفاضل الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الأزهر الشريف. شرفتنا النهارده الشيخ محمد، وإن شاء الله برضه على وعد لقاءات أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى، وخاصة المقرأة إن شاء الله. وضيفي الجميل النهارده لأول مرة يشرفنا النهارده في قناة الصحة والجمال الدكتور محمد حسني درة، شرفتنا وإن شاء الله على وعد بلقاءات أخرى كثيرة. بس فخر لوحدنا احنا. لوحدنا معلش. بس مش هتخلى على الشيخ محمد برضه، احنا هنيجي نستمع للشيخ محمد. اكيد طبعا. ربنا يحفظك. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت الحلقه، واشكركم لحسن متابعتكم، والى ان التقي بكم الاسبوع المقبل، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.